أحسن الله إليكم صاحب الفضيلة، أسئلة عديدة جاءت تسأل عن موقف المسلم، موقف المسلم فيما يجري الآن في على إخواننا في فلسطين من ناحية الدعوة أو بذل المال أو الجهاد معهم. الواجب على المسلمين الدعاء لإخوانهم المسلمين ومساعدتهم بالمال، مساعدتهم بالمال والدعاء هذا هو الواجب، وهذا هو الذي ينفعهم ويعينهم.